عند تعرض شخص للإغماء يجب التأكد من تنفسه ونبضه من خلال فحص النبض في منطقة الرقبة. يجب الاتصال بالإسعاف المبين إلى الحالة وترك المصاب مستلقيا على الأرض وفك ملابسه، وإن أمكن وضعه في وضعية الاستفاقة مع مراعاة عدم سكب الماء أو أي سوائل أخرى على وجه المريض، ويمكن استخدام فوطة مبللة على وجهه. يجب التأكد من خلو جسمه من أي كسور أو جروح من أثر السقوط، ومراقبة هذا المريض لعدم فقدان وعيه مرة أخرى إلى حين وصول الإسعاف.